البدع والأهواء، أهل البدع الأقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان آخر درس أخذناه في مصطلح الحديث في الوجيز المدرج ولم نكمله، وأخذنا منه التعريف اللغوي. ما هو أصل الإدراج؟ أصله الإدخال على وجه خفي. إلى كم ينقسم الإدراج؟ إلى كم ينقسم الإدراج؟ أولا قبل ذلك قسمين، مدرج ايش القسمين؟ مدرج في المتن ومدرج في السند. ثم المدرج في المتن اولا تعريفه، ما تعريفه؟ ايوه، ان يقع في المتن كلام ليس له، ان يقع في المتن كلام ليس له. وينقسم الى ثلاثة اقسام، اما ان يكون عندك احسن، ادراج في اول او ادراج في وسطه أو إدراج في آخره وهو الأكثر، والإدراج في الأول نادر، ما له إلا مثالين وبعضهم زاد مثال ثالث، والإدراج في الوسط قليل قليل، وأكثر في ماذا؟ في أكثر في ماذا الذي في الوسط؟ التفسير، أكثر في تفسير معاني ألفاظ، معاني ألفاظ الحديث، مثل والزعيم الحميل تفسير، والتحنث التعبد، غالبا ما يكون من تفسير الراوي يفسر كلمة في الحديث. ثم ذكرنا من طرق معرفة الإدراج وهي أربع طرق، الأولى التي ذكرها أو ذكرناها في الكتاب العزيز أن يستحيل إضافة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مثاله مثاله قول أبي هريرة، سيأتي معكم إما في هذا الكتاب أو في أرفع منه، قول أبي هريرة: والذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا. عندما ذكر أن المملوك العبد المملوك له أجران، له أجران، ثم قال أبو هريرة في نهاية الحديث: والذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا. هل يمكن أن يقول النبي هذا الكلام؟ لا يمكن، هذا يستحيل أن يقوله النبي. لماذا؟ لأن أمه ماتت، وماتت ما يستطيع أن يبرها، ماتت وعمره صغير، وأيضا له شرف النبوة، ما يتمنى أن يكون عبد. فهذا معنى يستحيل إضافته إلى النبي. الثاني نعم، أن يصرح الصحابي بأنه لم يسمع تلك الجملة من النبي، وهذا له مثال واحد. الأول له مثالين، ثلاثة أمثلة الموجود، والثاني له مثال واحد وهو قول ابن مسعود: قلت واحدة وقال النبي واحدة، من دخل، من لقي الله لا يشرك بالله شيئا دخل النار، من لقي الله عز وجل يشرك بالله شيئا دخل النار، هذا قول النبي. قال ابن مسعود: وقلت واحدة، وذكر يعني أن من لم يشرك بالله دخل الجنة. سيأتي الأمثلة، سنقرأها بعضها اليوم وبعضها سنقرأها في كتاب أرفع إن شاء الله. الثالثة أن يصرح بعض الرواة بالتفصيل. قال: ومثل للأول وهو ما لا تصح إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ابن مبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. رواه البخاري عن بشر بن محمد عن ابن المبارك. فهذا الفصل الذي في آخر الحديث لا يجوز أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يمتنع عليه أن يتمنى أن يصير مملوكا، وأيضا فلم يكن له أم يبرها، بل هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه، أدرج في المتن يعني أدخل في الحديث وهو ليس من الحديث، مدرج. وقد بينه حيان بن موسى، هذا الثاني. الأول يعني أن قلنا أن يكون فيه كلام يستحيل إضافته إلى النبي، وهذا مما ذكرنا لكم أنه قد يبينه الحفاظ أو الرواة. بينه حيان بن موسى أحد الرواة عن ابن المبارك، فساق الحديث إلى قوله أجران، فقال فيه: والذي نفس أبي هريرة بيده،
إذن ما هو الذي نفسي بيدها النبي؟ لا، أبو هريرة. والذي نفس أبي هريرة بيده إلى آخره. وهكذا هو في رواية ابن وهب عند مسلم، وهذا من فوائد المستخرجات، يعني الكتب التي تستخرج على الصحاح من فوائدها أن تبين المدرج من عدم الإدراج. ومثل للثاني لحديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. وقال هكذا رواه أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن أبي بكر بن عياش بإسناده ووهم فيه. وقد رواه الأسد بن عامر شاذان وغيره عن أبي بكر بن عياش بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل لله ندا دخل النار. وأخرى أقولها، من الذي قال أخرى أقولها؟ ابن مسعود، ولم أسمعها منه صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي قالها، قد جاءت في حديث جابر في مسلم: من مات لا يجعل لله ندا أدخله الجنة. والحديث في صحيح مسلم من غير هذا الوجه عن ابن مسعود، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى فذكره. ثم قال الحافظ: فهذا كالذي قبله في الجزم بكونه مدرجان، يعني هذا نحكم بأنه مدرج جزما، نجزم بأنه مدرج ليس من كلام النبي، وإن كان في كلام النبي في حديث آخر. قاله مما وربما وقع الحكم بالإدراج في حديث ويكون ذلك اللفظ المدرج ثابتا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من رواية أخرى، كما في حديث أبي موسى: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم ويظهر فيها الهرج، ويظهر فيها الهرج، والهرج القتل. ففصلوا بعض الحفاظ من الرواه، أو فصل بعض الحفاظ من الرواه، وبين أن قوله والهرج القتل من كلام أبي موسى. ومع ذلك فقد ثبت تفسيره بذلك من وجه آخر مرفوعا في حديث سالم بن عبد الله بن عمر وعن أبي هريرة، يعني قد يكون مدرج في حديث ومن كلام النبي في حديث آخر. قال: ومثل ذلك حديث أسبغوا الوضوء، أيضا مثلها. الآن هذه كلها أمثلة للدروس الماضية، أمثلة للثلاثة الأشياء التي ذكرناها، والرابع كتبتمه، لكن أمثلته في كتب كثيرة، أمثلته كثيرة، لكن هذه الأمثلة قليلة. وهناك أمثلة أيضا في البيقونية لمن أراد الزيادة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.